السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي القناة السعودية الرياضية الأولى. برنامجكم الملعب من السبت للخميس تباعا عند 11 دوما نسلط الأضواء على كافة القضايا الرياضية ونلاحق الخبر الرياضي لنرصده لكم على هذه الطاولة دوما. ما تكون البداية بالعناوين، نتابع. خالد الفيصل يستقبل أبطال كأس فيصل. الانضباط تحرم تونسي من العمل 5 سنوات، وتغرم النادي الأهلي 50,000 ريال بسبب جماهيره. جوكيكا يوقع في بريدة، وفي نجران تشتعل القضية. وقرعة كأس العرب تضع الأخضر مع الكويت والإمارات وفلسطين. وبطل ولي العهد ووصيف الزين في كأس الأبطال. إدارة هجر تنهي تعاقدها مع النجعي بنصف مليون ريال. والكونغولي دوريس يجدد مع الفتح لثلاثة مواسم. والفيصلي يتعاقد مع ساموا لمدة 2 عامين. وأخيرا الملعب زمان، كأس العرب، السعودية والعراق. أبدأ وياكم مشاهدي الكرام مباشرة بالأخبار، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ولاعب الفريق الأولمبي في مكتبه بجدة، وهنأهم بالفوز ببطولة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد متمنيا للنادي التفوق والتقدم. كان للأمير خالد الفيصل حديث، نشاهد هذا اللقاء ثم نعود مجددا. يلا طيبين، وألف مبروك على هذا الفوز. وهذه الحقيقة لأشياء تشغلنا في منطقة مكة المكرمة، أن يكون نادينا النادي الأهلي من النوادي المتقدمة في كل شيء وبكل إن شاء الله فرق. نحن دائما نفخر به أنه النادي الأهلي لديه خطة ولديه استراتيجية، وابتدى منذ مدة طويلة يتخلى عن الاحتجاج في اتخاذ القرارات والتخطيط في مستقبل النادي. هذه الحقيقة علامة مميزة كبيرة جدا. كما ذكرت استقبال الأمير خالد الفيصل لنادي الأهلي بعد تحقيق كأس الأمير فيصل بن فهد، أيضا للأمير فهد بن خالد رئيس نادي الأهلي كان حديثا بهذه المناسبة عند زيارة الأمير خالد الفيصل. تقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على استقباله لنا، وهذا لا يستغرب في الحقيقة على الأمير خالد الفيصل وما يقوم به في المنطقة لمصلحة الشباب عموما والمجال الرياضي خصوصا. الكلام اللي سمعناه من الامير خالد هو بالحقيقه منهج للجميع وليس توجيه، بل هو فعلا منهج للحياه لكل لاعب. طبعا الامير خالد الفيصل هو من المؤسسين للرياضه في المملكه العربيه السعوديه كاول رئيس عام تقريبا لرعايه الشباب. فصدقني الاستفاده العظمى لنا والفخر الاعظم اننا نلتقي مع شخصيه وقام في مثل الامير خالد الفيصل الله يحفظه. فاتمنى ان شاء الله انه جميع ما سمعناه منه من التوجيهات انه يكون فعلا ابراز لحياه لكل لاعب، وما الحديث اللي قاله الا فعلا انك تستفيد من مدرسه من منهج علمي متكامل وهو صاحب سمو الملك الامير خالد الفيصل.
سمو الأمير هي ربما رسالة من سمو الأمير خالد الفيصل وجهها خاصة للنادي الأهلي وكافة الأندية في المنطقة الغربية، تمنى أن يشاهد أكثر من 3 أندية في دوري زين. تلك سمو الأمير، أنت كرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ما كيف يعني كانت وقعت تلك الكلمات من الأمير خالد الفيصل عليكم في النادي الأهلي؟ أنا أتمنى بس لو نركز، لما هنأته بتأهل أشقائنا في نادي الوحدة بدوري زين كيف استسمت السعادة على محيا حفظه الله، فما في شك أنه كحاكم إداري للمنطقة يتمنى وجود أكثر من نادي، وهذا بإذن الله ما نسعى له إحنا كأندية بالتعاون بيننا جميعا لأظهر كذا نادي إن شاء الله المواسم القادمة. الآن سعدنا جميعا بتواجد نادي الوحدة، وبإذن الله نسعد في السنين القادمة بتواجد أكثر من نادي من نفس المنطقة بإذن الله. إذن كان هذا حديث الأمير فهد بن خالد رئيس النادي الأهلي بعد زيارة الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة. أرجع لك يا أستاذ محمد، شيء مو غريب يعني كمسؤولين، يعني متعودين مثل هالزيارات وتبادل التهاني بين المسؤولين والأندية، لكنه بالإضافة إلى خالد الفيصل ليس فقط مسؤول بل هو رياضي ورياضي مخضرم. هذا صحيح. الحقيقة كل أمراء المناطق درجوا على استقبال الفرق الفائزة ببطولات موسمية بالذات في كرة القدم، والأمير خالد الفيصل زي ما تفضلت أنت مسؤول وحاكم إداري على منطقة مكة المكرمة، وقبلها كان مدير عام رعاية الشباب، وما هو غريب هذا الاحتفاء وهذا الاستقبال عندما يحتفي بأبطال النادي الأهلي بتحقيقهم كأس الأمير فيصل بن فهد. و الغريب لو حصل عدم الاستقبال، لكن هذا شيء درجوا عليه أمراء المناطق في حث منسوب الأندية والاحتفاء فيهم ومساندتهم للفوز بالبطولات وتقديم مستويات أفضل. هذا شيء. نعم. جميل. محمد، أنتم يعني كإعلاميين في الوسط الرياضي بلا شك أنه مثل هذه الأشياء تتصدر دوما الصحافة لدينا حينما يتم استقبال من مسؤول في أعلى هرم موجود في الدولة لبعض الأندية للتكريم الرياضيين في مختلف الألعاب، ليست فقط كرة القدم، لها أهمية، لها طبعاً إيجابيات كبيرة وأبعاد إعلامياً سواء أو داخل النادي. طبعاً هي أصلاً يعني كما تفضل الزميل، يعني هي درجة العادة على أمراء المناطق أنهم يستقبلوا الفرق الفائزة في مناطقهم، وهي محفز ترى على فكرة للأندية في المناطق هذه أنهم يعني ينتظرون يحققوا الكأس. بعد تحقيقهم للكأس يبدأ التفكير في الأندية بأنهم تبدا زي يعني لو نقدر نقول انها بروتوكولات انهم يذهبوا الى مباراة المناطق للاحتفاء بالكاس، وهي ايضا انا زي ما قلت انها من ضمن المحفزات للنادي انه يحقق البطوله، وهو يعلم بعد ذلك انه سيكون له تقدير من امير المنطقه، سيكون له تقدير يعني بعد التقدير يعني اعضاء الشرف والجماهير والاحتفاء بهم، يبقى البروتوكولات اللي هي امراء المناطق للاحتفاء ب الفرق الفائزة وتحقيق البطولات، وهي عادة صراحة يعني جميلة ومستمرة ومنذ يعني الأزل، ونحن نشاهد هذه العادة ونتمنى أن تستمر، لأن فعلا هناك يعني تلاحم تشعر بأمير المنطقة أن يكون قريب من الأندية، قريب من الجماهير، قريب من نبض الشارع الرياضي، فالحقيقة جميلة، هي بادرة جميلة ونتمنى أن تستمر، وهي إن شاء الله مستمرة ونتمنى أن تستمر وأن تتطور أكثر من ذلك. طيب خليني بس أضيف هنا معلومة تاريخية أنه الأمير خالد الفيصل، أنت مؤرخ رياضي، إيه؟ صفحات التاريخ متقلبة. أول من أوجد فكرة استقبال ملوك المملكة العربية السعودية للاعب المنتخب السعودي. جميل. وهذه بدأها مع الملك فيصل بن عبد العزيز، طبعا كان قبله الملك سعود بن عبد العزيز هو الذي يذهب إلى الملاعب بنفسه، وقبله الملك عبد العزيز حضر أول مباراة رياضية في كرة القدم في مدينة الظهران بين فريقين الاتحاد من الظهران والصومال أيضا من الظهران من فرق أرامكو، لكن وبعد الملك سعود كان بنفسه يذهب للملاعب ويحضر ويكرم، لكن أنه اللعيبة يذهبوا إلى الملك ملك البلاد كاستقبال رسمي كما هو الآن دارج الأمير خالد الفيصل لما استقبلهم، كان فكرة الأمير خالد الفيصل بعد مباراة المنتخب السعودي الودية اللي فاز فيها 4-0 أمام تونس عام 1388 هجري، كان هذاك وفي ليلة رمضان، يعني هم عند الملك فيصل أعلن خبر
دخول رمضان، وذاك الوقت ما في وسائل اتصال زي الآن كل الناس يعرفوا، أبلغه الملك فيصل. نعم ما في تويتر ما في حتى تلفزيون، نص الناس ما عندهم ما يعرفوه. فأبلغه الملك فيصل هذيك الليلة، ليلة 1 رمضان 1988، أنه ترى من الليلة يبدأ السحور، ولا زال يطبقها الأمير خالد، لا زال يطبقها وملوك المملكة العربية السعودية. يبدو لي سيد محمد بسطام أن الملوك بالنسبة للمنتخبات، أما مرور المناطق فبالنسبة للأندية، أندية المناطق. لا الأندية أمر آخر، لكن أحكي كفكرة عامة. جميل، خلينا نتحول للخبر الثاني اللي اليوم تناقله الجميع بعد صدور بيان إعلامي من لجنة الانضباط والاتحاد العربي. الكل تحدث عن هذا القرار، بلا شك أنه سوف نفتح الحديث حير هذا الأمر. البيان اللي جاء فيه: اجتمعت لجنة الانضباط والاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يوم السبت 14 من شهر السادس عام 1433 للنظر في المخالفات المعروضة على اللجنة برئاسة المحامي صالح محمد الخضر، وقررت ما يلي. قرار لجنة الانضباط رقم 99 يعاقب النادي الأهلي بغرامة مالية قدر 50,000 ريال بسبب قيام جمهوره بترديد هتافات بذيئة ونابية ضد حكم المباراة وفقا لتقرير حكم المباراة، وذلك في مباراة مقامة بين النادي الأهلي ونادي الشباب ضمن بطولة أندية المملكة لدرجة الناشئين. القرار الآخر اللي عليه الكلام، واللي مش يعني تقرير في القرار اللي قبل لكنه عليه أخذ ورد في القرار الآخر رقم 100، واللي جاء فيه بناء على طلب لجنة الحكام الرئيسية وطلب اللجنة القانونية في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم حيال التصريحات المنسوبة إلى عضو شرف نادي الوحدة السعودي الرئيس السابق للنادي الأستاذ جمال تونسي، وضرورة اتخاذ لجنة انضباط الإجراءات القانونية والقضائية لتحفظ حقوق الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والعاملين تحت مظلته. البيان طويل مرة، اللي هو يتطرق لحديث الأستاذ جمال تونسي في لقاء إعلامي تم بثه في قناة لاين سبورت بتاريخ 15/2/1433، وختام البيان جاء في نظر لتعدد المخالفات التي ارتكبها الأستاذ جمال تونسي، واستنادا على مبدأ تطبيق العقوبة الأشد في حال تعدد المخالفات، قررت اللجنة ما يلي: تغريم عضو شرف نادي الوحدة السعودي الأستاذ جمال تونسي بغرامة مالية وقدرها 172,500 ريال. ثانيا، حرمان عضو شرف نادي الوحدة السعودي الأستاذ جمال تونسي ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 5 سنوات. طبعا كل قرار فيه بناء على المواد واللائحات العقوبة ونهاية اللوائح اللي تم الاستناد عليها. ثالثا، يلتزم نادي الوحدة بسداد الغرامة الصادرة بموجب هذا القرار، وفي حال تخلف الأستاذ جمال تونسي على السداد خلال 30 يوما من تاريخ هذا القرار يحق للنادي الرجوع الأستاذ جمال تونسي استيفاء وفقا للمادة من لائحة العقوبات المادة 5/12. رابعا، قرار قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وسلطان، خلينا نقول يعني القرار تم بناء على لقاء تلفزيوني بشهر 2، واحنا الان تقريبا اليوم 15/6. نعم. ليش تاخر القرار اذا كانت اللائحه موجوده وقوه القرار موجوده وكل شيء يصب في مصلحه القرار بناء على ما جاء في البيان؟ يبدو انه كان في تذبذب في التوجه نحو القرار الصحيح اللي اتخذ وتكييفه بالطريقة اللي ظهرت اليوم. انت خبير قانوني في الامور هذه. ايه، فيبدو انه كانوا مضطربين، مش عارفين كيفية تكييف القرار وكيفية تكييف مواد القرار اللي صدر. تاخذ لهذا الشهور الطويلة؟ لان الحقيقة القرار ما هو مستند على قانون نهائيا قطعيا لاسباب، اذا سمحت لي اذكرها الان. هو اعتمد على 4 مواد: المادة 28.1 عنوانها في لائحة العقوبات، عنوانها الإساءة في وسائل الإعلام، وتتحدث عن كل رئيس أو عضو. صحيح. الأستاذ جمال تونسي ليس رئيس وليس عضو. المادة 29.1 أيضا تتحدث عن تفريق العنصرية، وأيضا تتحدث عن كل رئيس أو عضو في النادي، وسيد جمال تونسي ليس عضو وليس رئيس. المادة 64 تتحدث عن مخالفات ضد الحكام، وهذه أيضا تندرج كسابقتها فيما يتعلق بالأعضاء أو مسؤولي النادي بالتحديد، رئيس محدد مجلس إدارة ورئيس نادي. نعم، أعضاء مجلس إدارة من فيهم الرئيس واللعيبة والإداريين والفنيين أيا كانوا. المادة 2/4 في الباب الثاني من النظام الأساسي، هذه مختلفة تماما، تتحدث عن إبراز الصورة المشرقة للرياضة السعودية، وهذا عنوان فضفاض
يسع الكرة الأرضية كلها بأمانة. فمن حيث الشكل هذا القرار باطل تماما. السيد جمال تونسي ليس رئيس حاليا ووقت إدلاء بذلك الحديث، وليس عضو، وليس له منصب إداري، وليس فني، بل أنه لم يدخل ملعب حتى لو أردنا أن نضيف لها أنه أحد الجمهور، لأنه في إحدى المواد تتعرض إلى جماهير الأندية المحيط الملعب. نعم لا لا بجمهور أقصد داخل الملعب. نعم يعني. أحسن. فهو ليس من ذلك كله، لا من قريب ولا من بعيد، بل أني أضيف من عندي أنا هذه حتى لو أحد فكر يمخمخ على القرار شوية ويجد له مخرج قانوني أو يريد أن يقعده، ليس عضو شرف الآن. لماذا؟ لأنه لم يسدد اشتراك. وإحنا نعرف مثلا المشكلة الأخيرة اللي حصلت في القادسية، لم يسمح لأحد بالتصويت في الجمعية العمومية نهائيا بسبب عدم تسديد العضوية، بل أنه في نادي الوحدة عندما دخل الأمير أحد الأمراء من أبناء إذا ما كنت مخطئ سعد بن عبد العزيز وأراد أن يترشح وحضر عدة أصوات، مئات الأصوات، لم تقبل أصواتهم بسبب تسديدهم متأخرين صحيح لموضوع العضوية عن الوقت المحدد وهو مضي عام كامل. ونعرف نحن بموجب النظام والكل يعرف، الجماهير العامة تعرف هذا الموضوع، أنه موضوع العضوية تتجدد سنويا صحيح. فهو ليس من ذلك كله. الحالة الوحيدة اللي لو أرادوا ولو وفقوا، ولهذا جواب على كلامك ليش تأخروا، تأخروا ما وجدوا لها تكييف، كان أمامهم بما أنه بموجب البيان اللي صدر من لجنة الانضباط أنه لجنة الحكام الرئيسية واللجنة القانونية، وهذا كيف يفوت على اللجنة القانونية أنا ماني عارف، ولا زلت أنا أنتقد اللجنة القانونية طوال السنوات الماضية وإلى اليوم بما في هذا القرار. ما دام هم عارفين هذا الكلام، ليه ما كيفوا القرار تكييف صحيح وحولوه عن طريق أمانة الاتحاد أو من خلال الأشخاص اللي تم التعرض لهم إلى لجنة المخالفات وزارة الإعلام؟ صحيح. هذا المخرج الوحيد لهم، ويعني يأذنوا لي نوجههم هذا التوجيه القانوني، رغم أنه ما يليق أني أنا أوجههم هذا التوجيه. فالشاهد هذا من حيث الشكل فهو قرار خاطئ غير موفق، لا يعني باختصار نقول النمرة غلط. جميل، برجع لك، خليني أسأل أبو فارس. أبو فارس خليني ناخذها كفكرة عامة، يعني كقرار عام جميل أنه يكون عندنا مثل القرارات اللي فيها قوة في الوسط الرياضي، وإن شاء الله أنه ما نصل له القرار أبدا. لكن لماذا الجمال تونسي؟ يعني لماذا يعني من خلال البيان الإعلامي ب 15/2 اللي سألت فيه أبو سطام، ب 15/2 لقاء تلفزيوني وإحنا الآن بشهر 6، ليش ما تم قبل ذلك يعني؟ لا غير جميل، انا اخالفك، تقول جميل جدا ان يصير عندنا قرارات مثل هذه، غير قوة جميل قوة قرارات. شوف هنا انا اعتقد واظن انت مش مع اتخاذ قرارات. شوف انا اظن وليس كل بعض الظن اثم، زين انا اظن ان هناك امور شخصيه وراء هذا القرار، والا يعني 4 شهور او 5 شهور تنتظر عشان تصدر قرار، وهناك قرارات صدرت، احداث حدثت وصدرت بعد هذا يعني خلال الفتره هذه. نقطة ثانية، الأستاذ أبو سطام يقول أنا يعني ليس المفروض أني أوجههم، لا أنا أوجههم إذا كانوا ما يعرفون. عندنا مشكلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشكلة هذه لها الآن تزامنت، يعني هي كان في مشاكل أول بس ما كانت بالطريقة هذه. تزامنت هذه المشاكل مع وجود اللجان القانونية عندنا، اللجان القانونية عندنا هي سبب مشاكلنا. اللجان القانونية هي المخ للاتحاد السعودي، هي اللي تفكر الاتحاد السعودي، هي اللي تسن الأنظمة، هي اللي تطبق العقوبات، هي اللي افترض فيها أنها تكون عادلة مع الجميع، وسواء ويكون يعني افترض انها هي اللي تقود هذا هذا الجسد الاتحاد السعودي. يعني اذا اعتبرناه جسد واعتبرنا الاتحاد الكره السعوديه اعتبرناها جسد والاتحاد السعودي روح، عقل هذا الروح هي اللجان القانونيه. اللجان القانونيه حينما تكون مضطربه متناقضه اخطائها كثيره وبالجمله وكوارثيه، ماذا تعتقد ان يحصل لهذا الجسد؟ يجب يعني من المفترض ان ينهار، أن يقع هذا الجسد. مشكلة اللجان القانونية عندنا أن هي تجيب المشاكل لنفسها، يفترض أن هي تحل المشاكل، لكن المشكلة هي اللي تجلب المشاكل للكرة السعودية، للأندية، للأنظمة. يعني شوف كل المشاكل اللي تؤجج في الوسط الرياضي والوسط الإعلامي سببها اللجان القانونية. ويكفي أن أقول لك في تعميم يا محمد، يا شوف يا أستاذ الكريم، بس في تعميم، في تعميم أقول يعني كل شيء يحدث في الوسط الرياضي مشكلة اللجنة القانونية. نعم صحيح، لأن هي اللي تسن القوانين
وهي اللي تطبق القوانين. حتى لو كانت مشكله اعلاميه رياضيه مهمه لها علاقه بالاتحاد السعودي. لا يفترض هذه انها تحال زي ما تفضل الاستاذ ابو سلطان، تحال لجنه، لجنه المخالفات الصحفيه بوزاره الاعلام، موجود لجنه وفيها قاضي وفيها مستشار قانوني وفيها مستشار اعلامي. انا اعرف هذه اللجنه واعرف سبق اني يعني بحكم علاقتي الصحفيه سبق اني ذهبت لهم وشفت وعرفت ايش القضايا اللي هم ينظروا فيها. هذه المخالفه يعني اذا انت بتاخذ مخالفه على شخصيه رياضيه ليست عضو شرف، ليس عندهم في اللائحه هم ما هو عضو شرف، ما هو عضو شرف. يعني تخيل الان، تخيل انا مثلا اعلامي الان من خلال كلامي وجدوا علي مثلا ممسك قانوني، وانا اعتقد انهم سيجدون اذا رغبوا، زين وجدوا ممسك قانوني علي، هل من حق الاتحاد السعودي ان يصدر علي قرار ام يروح يشتكيني الى اللجنه لجنه المخالفات الصحفيه بوزاره الاعلام؟ لا يحق لك، هو ليس عضو شرف، ليس رئيس نادي، ليس مسؤول، ليس زي ما تفضل. يعني شخص خرج في الاعلام صحيح انه شخصيه اعتباريه، ولكن من حيث المبدا يعني الرجل ما له صفه رسميه في النادي، انت كيف تتخذ تفسيره؟ طيب سؤال ثاني، انا بسالك سؤال ثاني. انا قلت لك انا اعتقد واظن وليس كل الظن اثم، بعض الظن اثم ليس كله اثم، زين اعتقد ان هناك امور شخصيه، امور شخصيه بين أعتقد بدون ما احدد عشان ما اعد الحين يمسكون علي، ما هي اكثر من لجنه، يعني امور شخصيه بين جبال تونس ومين؟ لجنه حكام ولجنه أيوة. قانونيه طيب انا اقول لك، بس من مدير اللجان القانونيه عندنا؟ ما ادري، انت بالنسبه لك مين؟ ماجد قارب، شخص واحد هو اللي يسن هذه القوانين ويصادق على هذه العقوبات. نقطه اخرى، الان لنفترض ان جمال التونسي صك باب وقال مع السلامه، انا ما عندي استعداد اسدد لكم، ايش بيصير؟ سدد نادي الوحده؟ طيب هو جاء في البيان، هذا طيب كنت بسال الدكتور في نادي الوحده محمد فيه. نادي الوحده الحين قال انا ما لي علاقه، الرجل هذا ليس مسؤول عندي في النادي، زين من بيسدد؟ القرار نص على نادي الوحده، وهذا شر البليه ما يوقع. صحيح، يعني ايش علاقه الوحده بالقضيه هذه؟ هذه عقوبه شخصيه على السيد جمال تونسي، ما علاقه نادي الوحده بهذا المبلغ؟ أم أن الذي صاغ القرار، وطبعا لابد أن يكون خرج من خلال إبط اللجنة القانونية في النهاية بشكل أو بآخر، أو لجنة الانضباط وكلها لجنة قانونية، يريد أن يصنع أزمة مفتعلة أخرى بين السيد جمال تونسي ومجلس إدارة نادي الوحدة الذي الآن صعد ونهنئه إلى الدور الممتاز بعد غياب كامل، وهو يبحث عن بناء الفريق من جديد، يريد أن يصنع أزمة، والفريق ما هو ناقص أزمات. لكن خلينا نتناول هذا القرار من حيث المضمون. شوف حكينا في السابق من حيث الشكل انه نمره غلط، هذا رجل ما له علاقه نهائيا بهذا الفريق لا من قريب ولا من بعيد، بل انه حسب ما سمعت انا عده مرات انه عزل نفسه عن الرياضه مو 5 سنوات، 50 سنة قدام، يقول ما عاد ابغى ادخل في موضوع يتعلق بالرياضه. الان الماده 28، يعني خلينا نضحك شويه كذا، ليله حر خلينا كذا نفرفش. يقول لك كل رئيس او عضو، هذا طبعا ما ينطبق على السيد جمال تونسي، يستخدم وسائل الاعلام كالصحافه والتلفزيون الى اخره في الاساءه او التجريح او التهديد او الاتهام. الايه المذكوره في الماده 4 اللي من ضمنهم الحكام وامانه الاتحاد وتعريفات كامله من هذه اللائحه ومسؤولي كذا يعاقب بغرامه ماليه، شوف هنا قرار نص غير قابل للتاويل، 200,000 ريال من انديه الدرجه الممتازه. طيب و 100,000 ريال لأندية الدرجة الأولى. طيب فهمنا الآن أنه هذه 100,000 ريال لأندية الدرجة الأولى اللي هي إيش؟ نادي الوحدة ماشي؟ راح هناك أوجد المادة 64 اللي كان الهدف منها مضاعفة العقوبة 50%. إيش تقول؟ المخالفة التي تقع ضد الحكام تستوجب زيادة في العقوبة 50%، إذا صار المبلغ 150,000. حلو؟ تيجي بعدين للمادة 29.1 اللي هي أي نفسه من يحط من قدر أي شخص كان بسبب اللون أو اللغة أو العقيدة أو الأصل أو كذا، رغم أنه مقابلة جمال تونسي حقيقة ما فيها من هذا الكلام يعني بشكل مباشر، غرامة 30,000 ريال للأندية الممتازة و 15,000 لأندية الدرجة الأولى، وأضافوا عليها 7,500 أيضا مكررة عشان إيه؟ موضوع الحكام. يعني شوف ما في في القوانين الوضعية ولا في الشرعية نهائيا شيء اسمه تكرار العقوبة على نفس الجرم، حتى لو تكرر أنت تأخذ بأعلى على نفس الجرم ما تتكرر، حتى لو تكرر أنت تأخذ بأعلى عقوبة. لا يمكن ما تجمعهم مع بعض، نعم ما يجوز،
شايف كيف؟ عاد والله اليوم الناس كلها تسأل تقول ليش عاد و500؟ لا عشان 50% لأنه هو درجة أولى فعنده 15,000 15 زائد 7500 اللي نصها فشوف كرر المادة 64 هو أوجدها متعمد لمادة 64 اللي وضع البيان هذا والعقوبة هذه على اساس يغرم عليه 50% طيب. اضافه خليني بقفل الموضوع هذا بس انا نفس السؤال اللي محمد قال لا انا ما مو جميل إيه؟ انا بالنسبه لي تساؤلي مثل وجود هالقارات بعيدا عن موضوع جمال تونسي قوه قرار موجود ايا كان انت ترى انه شيء جميل انه لا والله اللجان تصدر بقوه كذا انا اعتبر هذا القرار وصمه سوداء صحيح. في تاريخ الرياضه السعوديه مش لجمال تونسي لا لا, لا القرار القرار كقرار لانه كيف لجان قانونيه ولجان انضباط الأغلب اللي فيها يعملون قانونيون لهم علاقة بالقانون والتحكيم وهذول أشبه في القضاء صحيح. كيف يعني تفوت عليهم هذه الأبجديات في القانون يا سيدي هذه مخالفة إعلامية بحتة واحد بيتكلم في قناة تلفزيونية شقيقة أغلى ما عندك الآن هو لا هو رئيس نادي ولا هو عضو ولا هو إداري ولا هو فني ولا هو مدرب بل حتى قد يكون ليس مشجع والدليل أنه سحب الأتوبيسات حقته والسيارات من إيه من نادي الوحدة أعلن براءته من كل شيء له علاقة بالرياضة يا سيدي روح وزارة الإعلام أرفع الدعوة طيب. شايف كيف؟ لكن أنا أطالب من الأستاذ أحمد عيد بصفته رئيس الاتحاد كرة القدم أن يعاد النظر في أمور هذه اللجان صحيح إحنا في نهاية الموسم وكل شيء حينتهي وحتبدأ إدارة جديدة لاتحاد كرة القدم لكن هذه أنا أعتبرها وصمة غير مناسبة اثنين أنا أرجو من الأستاذ جمال تونسي أن لا يقف وأن لا يستسلم وأن يستأنف وبعد الاستئناف هناك لديه الرئيس العام رعاية الشباب يستطيع أن يتظلم لديه وهناك لجنة فض المنازعات وإن كانت معلقة عشان كذا إيش بعد الاستئناف طبعا يتجه الأمير نواف بن فيصل الأمير نواف بن فيصل صدر وسيع وعقله يسع الدنيا كلها وقلبه يسع الرياضيين كلهم وسينظر في هذا التظلم جميل. لا يمكن هذه المسألة تمر بهذه الطريقة اللي أثارت علامات استفهام كبيرة بصراحة تسمح لي بس أنا أعلق تعليق بسيط باتصال حمد بس تعليق بسيط بشكل سريع أولا الأستاذ ماجد قروب يعني سبق وهذا كلام مكرر صوانا مشروخ وقال إني أنا مالي في الرياضة ولا أفهم في الرياضة هذه نقطة نقطة أخرى لما تتذكر اللائحة اللي صدرت اللي بعدين سحبها الأمير نواف وقال حيعاد دراستها وكذا انا اتذكر مداخله للقانون الكبير الاستاذ عمر خولي عضو الاتحاد عضو نادي الاتحاد وهو استاذ قانون في جامعه الملك عبد العزيز في جده سوى مداخله مع برنامج شقيق للقناه فقال ايش رايك في اللائحه هذه قال الغريب فيها اني اخذت اللائحه من اول بند الى اخر بند الغريب اني ابغى بند واحد بس ما في خطا ما لقيت كل البنود فيها اخطاء من اولها الى اخرها والغريب الاكثر ان تحت مذيل تحت اللائحه هذه اسماء القانونيين اللي صاغوا هذه اللائحه وهؤلاء القانونيين ها كانوا طلاب عندي فيقول انا شعرت باحباط اذا كان هذا انتاجي اذا كان هذا انتاجي من القانونيين انتجوا هذه اللائحه حقيقه يقول انا شعرت باحباط طيب خليني اكمل ايضا كان في قرار من لجنه المسابقات والفنيه واللعب النظيف اللي اصدرت في الاتحاد السعودي كره القدم قرار مشان ما جاء في تقرير حكم مباراه فريقاء الوحده والاتحاد التي اقيمت يوم الخميس 12 من الشهر السادس من مباريات التصفيات النهائيه لبطوله دوري البراعم وتم القرارات كالتالي ايقاف مدرب حراس فريق نادي الاتحاد السيد فيلا بوادرا مباراة رسمية واحدة مغرمة مالية قدرها 1000 ريال إيقاف مدير فريق نادي الاتحاد السيد مروان بصاص مباراة رسمية وغرامة مالية قدرها 1000 ريال ويجب تسديد الغرامة المالية خلال 30 يوم من تاريخ تبديل قرار اللجنة بناء على المادة من لائحة مسابقات وبطولات الاتحاد مع الأخذ بالاعتبار ما جاء في المادة من الضوابط هذا القرار قابل خبر توقيع اللي ذكرناه بالأمس في نهاية البرنامج الملعب خبر توقيع مدرب نادي نجران جوكيكا بالأمس نادي التعاون اللي أشعل فتيل قضية في نجران حيث الأخبار وصلتنا أنه سبق وتم التوقيع معه هناك مع إدارة نجران وبالتالي الموضوع أخذ ورد ما بين المدرب وكذلك إدارة نجران اليوم هناك في مدينة نجران ينضم معي هاتفيا للمهندس صالح المريح رئيس نادي نجران للحديث عن المدرب جوكيكا اللي وقع لنادي التعاون مهندس صالح حياك الله معنا ألو مهندس صالح هلا هلا حياك الله مساء الخير سنور يا مرحبا بس ترفع لي الصوت شو لو سمحت ايه لا مهندس صالح المدرب جوكيكا بالأمس احنا ذكرنا خبر توقيعه لنادي التعاون واعتقد اليوم انتم صار بينكم اجتماع في نادي نجران بينكم بين المدرب وانت ظهرت في اكثر من وسيلة اعلامية انه كنفي للخبر لتوقيعه مع نادي التعاون وايش المستجدات في هالأمر
أبد والله. إحنا اليوم حاولنا بالمدرب، يعني إحنا سمعنا أخبار عبر الوسائل الإعلامية إنه المدرب جوكيكا وقع نادي التعاون. إحنا ما صدقنا حقيقة، المدرب مرتبط بعقد معانا، لازال عقده القديم مستمر وماقي مع عقد لمدة 3 سنوات. واليوم حاولنا نحن نسلم مقدم عقده عن العقد الجديد، واستغربنا رفضه حقيقة. يعني استغربنا رفضه إنه يستلم مقدم عقده، أصر إنه يستلم رواتبه ومكافآته. يعني كان الأمر يثير الريبة والشك، يعني تقريبا تأكدنا إنه قد يكون موجه لنادي التعاون. يعني اللي أفهم من كلامك إنه أنتم وقعتوا مع عقد تجديد؟ إيه، إحنا وقعنا مع عقد من شهر يناير. أي عقد يبدأ ولا فيه اشتراطات معينة؟ لا، يبدأ العقد، يبدأ من نهاية عقده السابق اللي بينتهي في جولاي، في شهر يوليو 2012. ووقعنا معاه العقد، اتفقنا على كل حاجة، وكان في دفعة يعني حقيقة في شهر فبراير مستحقة 50,000 دولار. إلا أن الضائقة المالية يعني حالة دون حن نسلم الدفعة هذه، والرجل يعني ما طيب يعني ما في مهندس صالح، ما في بالعقد انه اذا ما استلم هالدفعه هذه يقدر يوقع لاي نادي؟ هو في العقد فقره حقيقه للامانه، انه اذا ما استلم الدفعه في 7/2/2012 انه يصبح العقد يعني غير سالم المفروض. لكن الرجل لم يبلغنا في حينه انه يرغب في الغاء العقد، لا خطابيا ولا شفهيا. وحنا شرحنا له ظروفنا المادية وكذا، والرجل قدر يعني، ووعدناه نحن نصرف عليه. اليوم يعني احنا أصدرنا الشيك له بالدفعتين اللي في فبراير واللي الحالة اللي في مايو، في 20 مايو. لكن الرجل يعني كان تصرفه غريب وأصر انه ما يستلم مقدم العقد. شو السبب؟ قد يكون لأنه وقع عقد، يعني حقيقة انا سمعت الأيام الماضية انه كان في بريدة في القصيم، وما ادري ايش اللي يعني رايح القصيم ليش، يعني للنزهه ولا ايش اللي عنده. يعني هو ما قال لكم اني انا وقعت النادي التعاون؟ للاسف الشديد لا قال انا وقعت ولا، وسافر اذا كان سافر للامانه من غير علمنا. والاشياء هذه يعني تصرفات غريبه، انا اتمنى انها لا تكون صحيحه المعلومات هذه للامانه. طيب وين كانت صحيحه؟ طيب المدرب عنده على حسب كلامك عنده فقره في العقد انه اذا ما استلم الدفعه الاولى اللي انتم اتفقتوا عليها يحق له ان العقد باطل وبالتالي يقدر يوقع للتعاون، صحيح؟ عنده فقره في العقد، لكن يا اخي العقد اذا كان لا غلال احد الطرفين يشعر الاخر ان العقد في حينه، يعني في نفس. طيب وش اللي جرى؟ وش في شهر 4، يعني مضى على الوقت هذا شهرين، والرجل طيب. كنت اتناقش انا وياه حتى في امور المعسكر، يعني قبل اسبوع قبل عمليه الاستقالات اللي صارت عندنا والمشاكل، كنت اتناقش انا وياه حول المعسكر وين بيكون واللاعبين، ويعني ما كان عنده اي يعني افكار انتقال نادي اخر. طيب. ايش اللي حصل؟ في ناس تقريبا استغلوا الظروف اللي صارت في نجران، استقالات اعضاء الشرف، استقالات اعضاء مجلس الاداره، وما كان عنده الرجل اي نيه حقيقه الى عده ايام. طيب وش الاجراء مهندس؟ قدرنا نحن نسلمه مقدم عقده مهندس، يعني ايه وش الاجراء اللي راح يتخذه نجران؟ والله احنا رايح نتخذ الطرق النظاميه، حنرفق الشيكات اللي حاولنا نسلمها الاتحاد السعودي، ونرفق العقد وكل الملابسات اللي حصلت، ونرجع للنظام. طيب. حقيقه اقل حاجه العقد القديم لا زال ساري المفروض، ويعني من الصعوبة في المكان انك تتفاوض نادي، يعني فيه مواثيق شرف وفيه يعني ادبيات، انك تتفاوض مدرب على راس العمل ولا زال عبد الساري المفعول، هو مو بلاعب يعني دخل 6 شهور يعني ويحق لك تفاوضه. لو طيب. راح لبلده ولا الغى العقد اولا، لو طلب الغاء العقد انه ما اخذ مقدم عقده، قد استسيغها انا بعدين تفاوضه معه اوكي، لكن هو لا زال مدرب لنجران، ويعني اعتقد انه لا يجوز انه طيب الاحوال انه يتم التفاوض معه او التوقيع طيب معه. اذا كان تفاوضوا معه مصيبه، واذا كانوا وقعوا فالمصيبه اعظم. مهندس صالح المريح رئيس نادي نجران، شكرا لتواصلك معنا عبر برنامج الملعب. ارجع لك استاذ محمد، انت تشوف جوكيكا هو اللي حط الناديين في النص، ولا في احد استغل ظرف الاخر؟ والله الاوضاع الماليه لنادي نجران هي اللي حطت محفزه للاخرين دون شك. يعني واضح انه زي ما تفضل باشمهندس، العقد في ثغره، والمدرب
واضح انه عنده استعداد مهما الى اين وصلت الامور حيدفع الشرط الجزائي ايا كان. والاهم من هذا كله هو انه مدرب قدير واثبت كفاءته تماما مع نادي نجران، قدرته على الاستباع الاسلوب الهجومي، الاعتماد على الشباب. مع نادي التعاون يبدو لي والله اعلم انه سيقدم مستوى عالي جدا جدا، ووفقوا جماعه التعاون في التعاقد معه، ويبدو لي ايضا انه هم مستعدين من طرفهم اذا صح هذا الكلام وهذا الموضوع في التعاقد معه، انه هم حيتحملوا الشرط الجزائي اذا استطاع نادي النجران ان يثبت. لانه مساله عدم التزام النادي بدفع الحصه في موعدها الصحيح في شهر فبراير يبدو انها ثغره سينفذ منها المدرب بشكل او باخر. ولكن حتى اذا غلبت الروم من حقه يدفع الشرط الجزائي، يدفع ويبغى يروح لنادي عنده سيوله. يعني بصراحه وضع نادي النجران كان وصل الى حد المأساويه. والعجيب الاعجب انه هيئه اعضاء الشرف يستقيلوا ويتخلوا عن رئيس النادي بسبب بيعه العقد اللاعب عوض خميس، بينما المفروض اول شيء منطقه نجران منطقه منجبه ولاده، مفروض يقولوا شكرا انك عرفت كيف تدبل المبلغ وتعفينا. يعني ينطبق عليهم اعضاء هيئه اعضاء الشرف المثل لا يرحموا ويكرهوا رحمه ربنا تنزل. لهم اللي يخلوا الرجل يدبر اموره بالطريقه الصحيحه وعنده بديل غير عوض اكيد، يعني وحتى لو كان مستوى اقل. منطقه نجران ولاده، نجومها في كل انحاء المملكه العربيه السعوديه موجودين، ولهم اللي دفعوا والتزموا معاه وخلوه يقدر بقول لا. نعم يعني ففي النهايه انا اقول قراره صحيح اللي اتخذه، تدبيره للسيوله مساله صحيحه، وبعدين احنا في زمن الاحتراف يا اخي. طيب محمد تعليقك على الموضوع. والله انا باخذها من زاويه اخرى. انا يعني لاحظت خلال السنتين الماضيه يعني نادي التعاون طرف في المشاكل اللي تحس فيها غموض. يعني احنا لو جيت مثلا للتعاون والوحده اللي صدر فيها قرار تاريخي وكذا، كان التعاون طرف فيها. العام كان اتذكر رئيس نادي الفيصلي يعني اشتكى وعلى صوته في الاعلام على موضوع راس الحرب عندهم اللي هو ميميلي، لما فوضوا التعاون وهو ما زال العقد ساري المفعول مع نادي التعاون. اثبت ذلك؟ اتذكر انا انه حتى مباراه التعاون والفيصلي اتذكر المدرب زلاتكو اخرج الميميلي من بدايه الشوط الاول، من نص الشوط الاول لما شعر. حتى انا طبعا ما اقول انه السبب هذا، ولكن يبدو لي انا كمشاهد بعيد ارى ان المدرب راى ان بس هذه تفسيرات محمد تحتاج. خليني اكمل لك. لا انا ارى في التلفزيون الشوط الاول، نص الشوط الاول هداف الفريق طول الموسم، يخرج المدرب نص الشوط الاول لانه لم يعطي. لماذا؟ لان الرجل خلاص انتهى موضوعه، وبعدها بايام انتقل للتعاون. الان في المدرب، بس وين المشكله انه اذا انتقل للتعاون؟ انا ما في مشكله، بس انا اللي اعرفه انه كان عنده مباراه. اسمعني محمد، انت ذكرت انه طرف في المشاكل. اي صحيح، استندت وذكرت موضوع الوحده، لكن موضوع ميميلي انا اتذكر انه صار في اكثر من مداخله من الفيصلي بالاخير. اي صحيح، وكان يقول التعاون، وكان يقول التعاون فاوض لاعبنا وموجوده في الاعلام. لا اقصد هل ثبت؟ انا ما اتكلم، انا اللي بثبت اقول لك الفيصلي كانوا يقولوا الكلام هذا. انا اقول لك انا انسان يعني شاهد من بعيد انه هذا كلامهم. الان انا يعني لا، المدرب نجران يعني مستمر عقده، وقع عقده، قال الان قبل شوي المهندس ان في يفترض على المدرب انه صحيح في فقره يقول لازم تسدد المبلغ، ولكن يفترض ان كان يخاطبنا بالغاء العقد يعني على استنادا على هذه الماده. ولكن انا اقول اذا كان يعني فعلا وقع هو مع نادي التعاون، انا طالب الاتحاد السعودي بوقف هذا المدرب وابعاده عن الناديين، لا نجران ولا التعاون. لماذا؟ لان احنا الانديه السعوديه عندنا مشاكل ماديه. اذا كان بيدخل مثلا نادي الفيصلي على خط نادي هجر، والتعاون بيدخل على خط نادي نجران، على الانديه اللي ما لها عندها راعي، وتبدا عمليه المساومات ورفع عقود اللاعبين ورفع عقود المدربين بهذه الطريقه، المتضرر هي الكره السعوديه. ما حدث للتعاون ما حدث لنجران، سيحدث للتعاون من انديه اخرى اذا ترك الحبل على الغالب بهذه الطريقه، ان اللي عنده منفذ سينفذ معه، اللي عنده ثغره سيدخل معها ليفاوض لهذا اللاعب او هذا المدرب. لذلك انا اقول ان الاتحاد السعودي الان عليه يتحقق من هذا الموضوع. اذا كان فعلا وقعوا نادي التعاون مع النادي، يعني شوف هي ممكن تكون نظاميا ما فيها مشكله، ولكن يعني مبدا جنتلمان اخلاقيات، يعني انه بين مبدا التعاون بين الانديه السعوديه وعدم الاضرار كل نادي ومصلحه النادي الاخر،
افترض يعني ما الدنيا خلصت ما فيها الا هالمدرب. اتضحت الفكره محمد. فيها مدربين بامكانك انت يعني من باب مبدا التعاون بين الانديه خاصه الانديه اللي لا تملك رعاه. الان الحين نادي نجران بهذه الطريقه فقد استقراره. ترى احتمال يجيني المخرج هنا. طيب انا اقول لك نادي نجران احتمال يجي هنا. نادي نجران يعني الان يفقد الاستقرار اللي كان هو يخطط له. ثانيا سيتكبد مبالغ ماديه. طيب خليني بطلع فاصل في ختام الجزء الاول نشاهد فيما بعد هذا يوم الغد نصف نهائي كاس الابطال في لقاء الذهاب هنا في الرياض. الانظار كلها تتجه للهلال والاهلي في مباراة الذهاب بين الفريقين. بلا شك مباراة منتظرة بين الفريقين الزملاء. وضع المباراة في التقرير التالي نشاهد. جمهور أزرق عاشق وجنود خضر مجانين رد الره مكان للحدث الذي سيشهد الحصة الأولى من نصف نهائي كأس الأبطال. الهلال والأهلي وجها لوجه في مباراة الذهاب والتي يحاول من خلالها كلا الطرفين بالفوز، خصوصا الفريق الهلالي الذي سيسعى جاهدا بألا يلج في مرماه أي هدف قد يصعب المهمة في مباراة الإياب، لأن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره. الزعيم يخوض هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في دوري أبطال آسيا على فريق بيروز الإيراني وجمهوره الذي فاقت 73 ألف متفرج. مستوى ونتيجة وروح قتالية لم يظهر عليها الأزرق منذ فترة ليست بالقصيرة، في ظل أنه تأهل لنصف نهائي كأس الأبطال بتعادلين من أمام الفريق الاتحادي بمستوى قد لا يكون مقنعا لبعض الهلاليين، بهدفين لهدفين في الذهب وبهدف لهدف في مباراة الإياب. وسيكون هذا اللقاء وكسب المباراة بمثابة الإثبات من المدير الفني السيد هسك للإدارة والجماهير بأن الفوز على بيروزي لم يكن بمحض الصدفة وإنما أتى بعد عمل مميز. هسك يعلم أنه سيواجه فريقا صعبا كالأهلي لما يملكونه من أسماء قوية قادرة على تصعيب المهمة على الهلال، ويؤمن أيضا بأن لديه رجالا قد يصلون للمباراة النهائية من مباراة الذهاب. أما قلعة الكوس فهو يلعب اللقاء وعينه على الفوز ولا غير الفوز، وبفارق أهداف تؤهله مبكرا دون التفكير مليا بمباراة الإياب. الأهلي هو الآخر قادم بفوز مستحق في دوري أبطال آسيا على فريق الأخوية القطري جعله متصدرا لمجموعته حتى الآن، غير أنه يعيش استقرارا فني مع مدربه الداهية جاروليم الذي لم يوفق بكسب لقب دوري زين والذي يسعى من خلال هذه المباراة للوصول للنهائي والمحافظة على كأس الأبطال في أدراج النادي وتعويض الجماهير الأهلاوية بكأس الملك الأغلى من أي بطولة. الراقي تغلب على فريق الفيصلي ذهابا بخمسة أهداف لهدف وفي الإياب بثلاثة أهداف. الهلال والأهلي لعبا هذا الموسم في دوري زين ذهابا وإيابا وكسب الهلال المباراة الأولى بأربعة أهداف نظيفة، وفي المباراة الثانية انتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد. فهل يفعلها الزعيم للمرة الثانية في هذا الموسم بفوز كبير يضمن به لدرجة كبيرة التأهل من أرضه، أم أن الأهلي يقلب الطاولة على الهلال ذهابا وإيابا ويقصيه من المنافسة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. أبو سطام، مباراة منتظرة الهلال والأهلي، مباراة يعني أيا كانت المنافسات أيا كانت البطولة، مجرد تواجد الهلال والأهلي والأهلي والهلال هي مباراة بلا شك سيكون لها عنوان الإثارة والتميز، وهو نهائي مبكر جدا
في نهائي الكأس في بطولة كأس الملك. نشوف ثلاث نهائيات يعني. كيف؟ نشوف ثلاث نهائيات. والله ثلاث نهائيات أحسنت. شايف كيف؟ أول شيء أنا حقفز على مباراة الفتح والنصر، وأنا سامع الناس كثير بيحكوا يقول لك النصر فايز فايز على الفتح، وهذا كلام ما هو صحيح. هذا كلام مقلب كبير ويوقعوا فيه نصر، فالمفروض أنه ينتبهوا، لأن فريق الفتح فريق ما هو عادي، فريق هزم الاتفاق مرتين متكررتين بضربات قاضية. هذا بس كذا إعلان سريع، وبيكون له كلام إن شاء الله، وكلام كبير مو كلام عادي أكيد. فهذا الكلام الأخوة النصراويين ينتبهوا، لأنه مو صحيح التطبيل اللي قاعد يصير اليوم. نعود لموضوع الأهلي والهلال. بالمجمل الهلال فرصته أفضل في مباراة الغد بالتحديد، المباراة اللي تليها موضوع آخر، لكن بالتحديد مباراة الغد يكفي ملعب الهلال وتكفي مشاكل الأهلي الحقيقية المعروفة اللي من بداية الموسم، وإحنا نعيد ونزيد فيها وقلناها ما في أثر حصل تصحيحي عليها، وظهرت أمام الشباب في المباراة الأخيرة في اللي هي قلبي الدفاع ودفاع ككل ودكة الاحتياط وبعض المشاكل جزئيا في الوسط، ووضح غياب الحوسني يلخبط الدنيا كلها. فالفريق بصراحة غير مطمئن. أنا أقول لو استطاع الأهلي في مباراة الغد أن يسجل هدف على الأقل، حتى يسجل له كنقطة يعني إيجابية ويريحه تحت أي ظرف في مباراة الإياب في جدة، فكثر خيره. أنا شخصيا أقول المباراة هلالية، الهلال أثبت طوال تاريخه أنه هو الأفضل، هو مع كل المشاكل اللي تعرض لها يظل كخبرة كفريق منظم كعناصر أفضل من الأهلي بكل المقاييس. أنا بسمع الآن البعض يحاول يقول والله هجوم الأهلي أفضل من الهلال، وهذا كلام غير صحيح. لما تبغى تصرفه على أرض الواقع في أفضل الظروف في تقديري أنا قد ومش مؤكد في شيء من التكافؤ. بالرغم كيف غير صحيح أبو سلطان؟ خليني أقول لك، خلي أبطك إياها، خليني أكمل أنا. طيب اسمع، هي الآن هجوم الأهلي هي قضية جزئيات أرقام يعني. نعم. مش يعني هجوم الأهلي أقوى هجوم في كأس الملك بالضبط. لما يتكلم أحد من الجانب الأهلي والله إحنا أفضل هجوم، بس هي أرقام ما عليه. مش يعني أسماء. بس أنا أبغى أقول لك حاجة، لا تنسى أنه في هدفين مثلا أمام الفيصلي في مباراة الخمسة كانت من ركلة جزاء، هذه لوحدها تظل أهداف. ما عليه تظل أهداف، لكن أنا أبغى أمس ميسي جايب بلنتين في السوبر هاتريك، وصل هداف الدوري الإسباني. أنا أبغى أحكي عن الفريق كمنظومة، شايف كيف المنظومة هذه. أنت قاعد كأنك تصور الآن. أصور الآن وهي حيفوز، وهذا هو الواقع. يصور الأهلي يعني كأنه مع احترامي الشعلة توصل. لا 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 مو شعلة، أنا أقول فرص الهلال. أنا أقول لك فرص الهلال أفضل. لا لا الفريق أختلف بعض منظم عرضه جمهور. نعم لا لا, لا وكفريق منظم أكثر من الأهلي. أختلف بعض الأهلي عنده مشكلة واحدة أساسية تنسف كل جهوده من أولها إلى آخرها، وهي موضوع الدفاع. أنا أقول إذا الأهلي عنده كلمة يورينيها بكرة. جميل. أما على الورق وعلى الواقع فيما مضى يظل بالنسبة لي الهلال هو الفريق الأفضل، هو الفريق اللي حيقدر يفوز. أرجو إذا كان عند الأهلاوية كلام آخر نشوفه في الميدان، أما تصريحات والبطولات. خلينا نسمع الجانب الآخر. لا أنا أقول الحقيقة يعني يعني بصراحة الهلال والأهلي ربما متكافئين، إذا لم ترجح الكفة الأهلاوية فنيا هذا الموسم، حتى انهم متكافئين في السوق اللي هو سوء الدفاع الهلالي يقابل سوء الدفاع الاهلاوي، بس لا يرتقي الى سوء دفاع الهلال. لا بالعكس دفاع الهلال كوارثي. ما عليه، بس ما هو زي الاهلي. ابو سلطان شوف دفاع الهلال فيه قنابل موقوته كوارثي، يعني فيه اشخاص، ما ابغى اتكلم عن اسامي اشخاص، ولكن دفاع الهلال الحقيقه يعني فيه اشخاص في قلب الدفاع يعني اخطائهم يعني انا اعرف هلاليين كثير لما تجي الكره على المرمى الهلال يضع ايديهم على قلوبهم، ينتظرون اي قنبله موقوته، اما بلنتي اما طرد اما ارجاع كره بالخطا اما تسليم كره للمهاجم اما تجليه كره. فيعني حقيقه يعني سوء الدفاع سوء واضح يعني لا يمكن نخفيها. هذه نقطه. بس اسالك سؤال، انت تتفق انه عطني اياها ايه ولا لا، تتفق انه النهائي مبكر؟ لا انا اقول انه يعني مباراه توصل للنهائي ليست نهائي مبكر الحقيقة. ليش؟ بحجم الفريقين تقدر تقول حتى الاتحاد والهلال اللي بدور ثمانية بعد نهائي مبكر. طيب. النصر والشباب برضو نهائي مبكر، لكن بنحسبها بالطريقة هذه. لا أنا بوصلك سؤالي، أنتم يعني من خلال حديثكم أنت طلعت سلبيات كثيرة في الهلال وبسطان في الأهلي وقبل والهلال فيه سلبيات، بس سلبيات الأهلي أكثر. قبلها لما جاء الموضوع النصر والفتح
وضع انه ما يكتب في الاعلام ويذكر الان من مديح للنصر ووضع النصر هو المتاهل انه هذا لا يغر الفتح صحيح. مهما كان شوف لا الفتح قد يحدث. طيب ليش الان نضع مباراه الاهلي والهلال انها هلاليه وخالصه؟ لا ما هي هلاليه وخالصه، وهذا راي وجهه نظر ابو سطام انه يقول هلاليه وخالصه، انا اقول انها الفريقين بصراحه متكافئين فنيا، حتى لو لاحظت في الدوري يعني انا ماني مع الناس اللي تقول ان الهلال لم يكن جيد في هذا الموسم، لا بالعكس الهلال ترى جيد وحتى يعني حقق بطوله والاهلي ما حقق بطوله، اذا استثنينا ذيك بطوله كاس الاتحاد على المستوى الاولمبي للاهلي، الهلال حقق كاس ولي العهد نقاطيا، ترى الاهلي 62 والهلال 60 نقاط، يعني ما هناك التفارق، يعني الهلال ترى العام لما جاب بطوله الدوري كان 64 والسنه دي 60، وانا اتوقع ان الموسم القادم من سيحقق بطوله الدوري لن يصل للنقطه 60، يعني استثناء ال 64 اللي وصلها الشباب والهلال زين مكرره، هذه استثناء ولاول مره تحدث في الدوري السعودي، ترى 60 نقطه ممكن 55 نقطه تجيب لك الدوري السنه القادمه، يعني عدد النقاط اللي وصلنا الهلال والاهلي والشباب يعني رقم كبير ترى، هذه من نقطه. النقطه الثانيه انا اقول لك الهلال والاهلي ربما انهم يكونوا متكافئين في منطقه المناوره في الوسط اللي هي السرعة والضغط على الكرة توزيع الكرة التجانس في منطقة الوسط، ممكن هذه يحدث فيها تكافؤ، أما على مستوى الدفاع ممكن متكافئين، مستوى الهجوم ترجع كفة الأهلي على الهلال لسببين، أولا هداف الدوري اللي هو فيكتور هداف مكرر، هداف الدوري مكرر، والثاني إذا استثنينا أن ناصر وفيكتور هم الأولين، الثاني هو الحوسني هداف الدوري، فمعناته انه عندهم هجوم ضارب قوى الاهلي وخلفهم تيسير الجاسم، يعني الاهلي فريق قوي مرشح فوق العاده وليس كما يصور ابو سطام. طيب انه فريق يعني قدم للرياض يخسر ويعود الى جده. بعطي ابو سلطان، ابو سلطان انت لما ذكرت ان النصر والفتح رغم انه لما نيجي للمنطق انه الخبره تميل للنصر، انا ما ابغى اتكلم عن النصر والفتح لكن بستشهد باللي انت ذكرته، لكن الفتح مقدم مستوى في الدوري وبالتالي هو مرشح مستوى عالي وبالتالي هو مرشح واسم قد يصل بنسبه وتناسب مع النصر. على الجانب الاخر انا اقول لك بكمل لك الجزئيه، الهلال يقف في جانب التاريخ كما ذكرت والخبره في البطولات وبلا شك هذا الشيء والتنظيم. اسمعني الاهلي في الدوري وصيف الدوري مقدم مستويات عاليه، ارقامه في هجوم ودفاع كانت ارقامه مميزه يتقاسم مع الشباب، ليش كل الارقام هذه والاشياء اللي سواها الاهلي في الدوري وضعته اليوم نعم. او غدا امام الهلال جميل مش ذاك الفريق الضمانات عند الاهلي غير متوفره، والدليل مباراه الشباب الاخيره اللي كانت تكفي ان يكون بطل، احنا بحاجه الى بطل واحد، شايف كيف؟ ما استطاع الاهلي ان يقفز الى هذه الفرصه التاريخيه اللي ظل عقود ينتظرها، وهذا ما كان غريب الحقيقه، كان هناك امنيات من جمهور الاهلي ان يستطيع الفريق أن يقفز ويفوز على الشباب، شفنا السوء اللي كان فيه الفريق، شفنا وهذه مشكلة أخرى عند الأهلي ما حكينا فيها، مشكلة الدقائق الأخيرة، كل الأزمات يتعرض فيها الأهلي سواء في الهزيمة أو في التعادل سواء على مستوى دوري أبطال آسيا أو حتى على مستوى دوري زين أو حتى في خروجه من كأس ولي العهد، الدقائق الأخيرة هي يعني دقائق النكبات بالنسبة لهذا الفريق. قاسم مشترك بين الهلال والأهلي الدقائق الأخيرة، حتى الهلال ترى في الدقائق الأخيرة قبل أهداف من النادي. أنا أعطيك العكس، أنا أقول لك تاريخ الهلال يقول أن التاريخ أن الدقائق الأخيرة هي أفضل مراحل مباراة للنادي، إلا ما ندر قبل تاريخه هشيك. شايف كيف؟ قبل عهد معلي إلا ما ندر عهد هشيك، لا الدقائق الأخيرة دي مشكلة سبتها في آسيا الدوري. نحكي كمنظومة ما نحكي عن الحالات الاستثنائية، الحالات الاستثنائية ليست دائما هي مجال الحكم، فهذه مشكلة أساسية عند الأهلي، يعني لا تندهش لو بكرة لقيت الأهلي مسجل هدفين ممكن أو ثلاثة أو حتى هدف يقبل. وفي آخر ثلاث دقائق كل شيء تغير، فعلشان كذا أنا أقول لك وأنا أبغى أقول علشان الأخوة الأهلاويين لا يزعلوا مني، يا أخوة يا أهلاويين إذا عندكم كلام دعكم من التصريحات ودعكم من كلام القدادي ودعكم من كلام محمد الذايدي، تشعل حماس الأهلي ورونا في الملعب إيش حتسووا إذا عندكم كلام آخر، اما التصريحات الورقيه هذه والاعلاميه والمدرجات هذا كلام انا ما اصدقه. انا يبدو لي ابو سطام يحفز الاهلي بطريقه اخرى، اولا يخوفهم ثانيا يقول يلا عندكم الملعب واثبتوا، لكن الحقيقه اذا بنتكلم بالواقع بالمنطق ما في انا اقول لهم هذا الكلام حيوديكم في داهيه لا تسمعوه. شوف ترى شوف يا انا اقول هذا الكلام مخدر. لا عبد الله بقول لك شيء، ترى انت سالته ابو سطام سؤال ملغوم واعجبتني بسؤالك، لكن يعني بدبلوماسيه ابو سطام ما جاوب عليه لما قلت ان الفتح
زين يعني كان يقدم مستويات وكذا وكنت، والان تقول لا ترى حيوصل للنهائي وانه قوي ولا يغركم الكلام. الان بالمقابل الاهلي محقق ارقام وكذا قاعد تصور لنا كانه فريق لسه يعني مشكله الاهلي شو للهلال، هذا مو صحيح. انا اقول الهلاليين رساله زي ما قال الاستاذ محمد القداد، يقول للهلاليين اذا دخلتوا وانتم حاطين في ذهنكم ان التاريخ يلعب لكم ستنهزمون اذا لم تدخل المباراة. ليش كل واحد قاعد يوجه لا هي وجهه نظر لا هي وجهه نظر الاهلي والهلال مستوى هي وجهات. شوف الفريقين قادرين كل واحد منهم يفوز، لكن انا احكي كمعطيات على ارض الواقع. انا عمري ما انجرف مع اي فريق واقول هذا حيفوز، عشان كذا انا لما احكي عن موضوع الفتح انا اقول الفتح فريق قادر ان يفوز على النصر، والنصر ترى لا يغرك انه ما هزم في عده مباريات من حوالي 5 أو 6 مباريات تقريبا من يوم اثير موضوع السحر وما ندري عن صحته من عدمها. انا اقول لك انه لازال النصر جريح ويحتاج وقت حتى يثبت نفسه. طيب. لكن انا يهمني في موضوع الاهلي والهلال انه كمعطيات كمحصله نهائيه الاهلي عنده مشكله واضحه. طيب. واضحه الاعمى يشوفها ويعرفها. اذا كان جالدوريم واعضاء الفريق في الخط الخلفي ما استطاعوا انهم يعني يلعبوا بقوه، الهلال عنده الخبره غير العاديه أن يستطيع أن يقتنص. طيب. أنا ربما أتفق بحاجة واحدة مع الأستاذ محمد. أنا بس أتفق معه بحاجة واحدة. نعم. زين أن الهلال يمتلك خبرة مباريات الحسم، هذه أتفق معه، لكن كمعطيات فنية في الملعب متكافئين. واضح أن الموضوع بيطول. اللي عنده رد ورينا إياه في الملعب، وبالذات طيب. للأهلي علشان الأستاذ محمد يعني لا يعطيهم إبرة مخدرة شوية. طيب خليني أتابع تدريبات فريق الهلال. ثم نعود من جديد نواصل النقاش متجدد بين محمد ومحمد. يوم الاثنين القادم ما المنتظر؟ فريقين قدموا مباراتين اسيوية عالية، ننتظر نصف نهائي يليق بهذه البطولة. مباراة تجمعنا بأشقائنا في نادي الاهلي، نادي الاهلي موسم استثنائي وفعلا كان نادي راقي دائما راقي، لكن في الموسم هذا بشكل استثنائي في جميع المشاركات في جميع البطولات كان حاضر. اعتقد باذن الله عازمين على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله والتأهل. الذهاب وش حتلعب وشلون حتلعبون يعني إيش التركيز حيكون؟ البحث عن أكثر من هدف؟ على أرضنا وبين جمهورنا أكيد مطالبين بالفوز، وأيضا حتى في ملعب جدة أيضا مطالبين بالفوز، لكن أكيد لما تكون مباراة على أرضك وبين جمهورك تكون حافز لنا أكبر. مباراة الأهلي الجاية مهمة وجايه بعد معنويات عاليه لكم والفريق الاهلي، لان الاهلي فاز بثلاثه في الاسيوي وانتم فزتوا بواحد. وش نتوقع من مباراه الذهاب اولا؟ وش راح تسوون فيها انتم كهلاليين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المباراه يعني بتصير شوي يعني قويه، بس ان شاء الله يعني كما عودنا جماهيرنا ان شاء الله يعني بالفوز ان شاء الله، وان شاء الله نوعدهم. مستواكم ارضاكم قدام بيروزي تكررونه في مباراه الاهلي؟ ان شاء الله ان شاء الله نصير على يد واحده وقلب واحد ونلعب للفريق ان شاء الله. توفيق. ترى والله حتى بالفاصل والله يتناقش. لا بس انا كان ودي المشاهدين لو سمعوا قال الهلال يفوز تحت الهواء. شايف كيف؟ يعني معناته هو قاعد يعطي الاهلي ابره تخدير قويه. لا لا وانا لا عشان كذا يا جماعه لحظه انا قلت لك اتفق معك بحاجه واحده ان الهلال عنده خبره الحسم زين، ولكن كامور فنيه متكافئه. انت ما قلت الهلال حيفوز الان؟ اي يفوز بخبره الحسم، لكن انت وضحت قلت في الاهلي في كوارث فنيه. عنده مشاكل. لا ما كوارث فنيه، افضل كوره تقدم. احنا عموما نتمنى نشوف افضل كوره تقدم في الدوري السعودي الاهلي يقدمها. احنا نتمنى نشوف مباراه عاليه المستوى تليق بالفريقين. انا متاكد ان اللي حيفوز يستحق الفوز بكره بلا شك. ايا كان ترى باقي اياب ايضا كان للزملاء رصد لتوقعات جماهير الفريقين، جماهير فريق الهلال وكذلك جماهير فريق الاهلي. نشاهد ان شاء الله فوز الهلال باذن الله تعالى، نتمناها هلاليه. والله مباراه صعبه، هي معروف الاهلي يعني كان منافس شديد للشباب في دوري زين، بس ان شاء الله احنا نتمنى ان الهلال يلعب بنفس الروح اللي لعبها في اول مباراه في الدوري اللي هو فاز على الاهلي 4، واخر مباراه لعبها مع الفريق الايراني
ان شاء الله يعني في نفس الروح هذه 200% ان شاء الله الهلال ياخذها من الاهلي. اتوقع باذن الله الفوز للاهلي باذن الله. والله المستويات اللي قدمها خصوصا مباراه مع الفريق الايراني يعني ان شاء الله نقول انه قدم مستوى جيد ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى الهلال يفوز بالنتيجه ان شاء الله 2-1 او 3-0. والله اشوف يعني الاداء يعني بين فريقين مستوي يعني خاصه كل فريق فايز في البطوله الاسيويه. الهلال أدى كويس بس يعني عند الهجوم ضعيف، والنصر والأهلي جاب 3 وفوز كبير والمباراة حماس. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. إذن توقعات الجماهير الهلالية والجماهير الأهلاوية. محمد أسألك عن جمهور الأهلي. جمهور الأهلي دافع كبير في الموسم الماضي، موسمه من زمان يعني بقية الجماهير أيضا، لكن له حضور وله روح للفريق اتضحت للجميع. شوف الأهلي يعني له، ترى الناس قاعدة تتكلم أنه من العام الجمهور الأهلي كان يدعم وهو السبب الرئيسي، وكان صحيح الكلام ده. لكن ترى شوف على فكرة الجمهور الأهلي يعني تقريبا من 5 أو 6 سنوات وهو يقدم لوحات جميلة سواء في التأييد للفريق ومؤازرة فريقه، أو سواء في الاحتجاج على بعض القرارات اللي حدثت في اللجان في طريقة راقية تدل على أن الجمهور الأهلي جمهور راقي. لكن من العام بعد احتجاج مباراة الشباب، بعد كسبهم، بعد ما بدأت الصراع الإعلامي الشباب الأهلاوي، جمهور الأهلي أنا أقول يعني رب ضارة النافعة، يعني الحرب القوية اللي استخدمها الأستاذ خالد البلطان بذكاء لإبراز فريقه حفز الجمهور ولا حرب انت؟ حفز اي حرب اعلاميه يعني، مو حرب حرب اعلاميه تودينا بدايه الكلام. فاقول لك يعني هذه حفزت جماهير الاهلي، وقفت مع فريقها موقف. شوف خليني اقول لك شيء، فيه فريق يسعد جمهوره زين في الاداء، وفيه جمهور يضغط على فريقه ليحقق له بطوله. اللي حصل في الاهلي، اللي حصل مع الاهلي صراحه يعني حاجه خيال. شوف بالعكس، عكسها جماهير النصر العام لما هجرت المدرجات، الآن بدأت تعود بعد مباراة الشباب، الآن بدأت تعود. هل ولاحظ المفارقة في كأس الملك حدث نفس الموضوع العام مع الأهلي والآن مع النصر. الآن جماهير النصر قبل يومين اللي حضروا التمرين أكثر من بعض المباريات اللي في دوري زين في المدرجات. الآن السؤال المطروح على جماهير النصر، هل ستفعل ما فعلته جماهير الأهلي بفريقه ودفعته عنوة للحصول على الكأس زي ما فعلت جماهير الأهلي؟ جماهير الأهلي صراحة نموذج يحتذى، وليس عيب أن يقلد جمهور الهلال أو جمهور الاتحاد أو جمهور النصر، يقلد جمهور الأهلي لأنه فعلا يعني سوى التفافة للفريق أثمرت وحققت كأس الملك ومنافس شرس هذا الموسم على الدوري، وإلى ما زال والآن ما زال منافس على كأس بطولة الملك للحفاظ على بطولته بسبب جماهيره. طيب انا اقول ان جمهور النصر الان يجب ان يحتذي بجماهير الاهلي، ليس عيبا تحتذي بالافضل. طيب اسال ابو سطام. ابو سطام، الهلال الجمهور الان في نشوه، في الهلال في نشوه كبيره ليست اي نشوه. الفريق عاد من ايران بكسب واصبحت حظوظه كبيره لخطف البطاقه الاولى، صفقات متتاليه للفريق الهلالي، عمل دؤوب لموسم قادم، ومباراه الاهلي مباراه قادمه. اعتقد انه جمهور الهلال ايضا سيكون حاضر وسيكون داعم للفريق في مباراة الذهاب يوم الغد. والله شوف جمهور الهلال يعني ما شاء الله تبارك الله قاعد يعيش الأفراح 35 عام متصلة. الموسم السيء بالنسبة للهلال بطولة واحدة، هذا أسوأ. عشان كذا لما نحكي مع الأستاذ محمد قبل شوية عن الأفضل والأسوأ، هي مسألة نسبية بحتة. قبل شوية هو بيحكي يقول تحت الهواء أنه الأهلي أجمل كرة. نعم الأهلي أجمل كرة في هذا الموسم، لكن في فرق بين البطل كبطل ومنظومة كاملة متكاملة، وفي فرق بين الأداء الجميل. ياما مرت علينا مواسم في فرق بتقدم مستويات جميلة لكن ما تفوز، قد تكون من أندية النصف، قد تكون في تنافس على الثانية أو الثالثة أو الرابع، يعتبرون إنجاز. نعم يعتبر إنجاز. الأهلي يحتاج سنتين أخريين أو ثلاثة حتى يعيد بناء فريقه، حتى نقدر نقول والله عندنا فريق صح متماسك قوي. تحت الهواء كان بيضرب لي مثل بالشباب، قلت الشباب وضع آخر مختلف. الشباب ما في نجم واحد، ما بيعتمد على فريق واحد، منظومة متكاملة، اللي يغيب يغيب واللي يحضر يحضر، في أداء جماعي، في عمل مؤسساتي كامل. فجمهور الهلال حقيقة
ما غاب على الافراح ولن يغيب على الافراح. طيب خلني بشوف تقرير استعدادات رابطة الاهلي ثم نعود من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج الملعب. بالنسبة للمباراة القادمة أمام نادي الهلال، المباراة هتكون طبعا مباراة مختلفة تماما عن المباريات الدورية، تعتبر طبعا هذه خروج مغلوب، يعني صباحية شوط هناك وشوط هنا، لكن مباراة الذهاب تمثل لنا طبعا منعطف كبير، فمن هذا المنطلق احنا عندنا استعدادات كبيرة طبعا بالنسبة على الصعيد الجماهيري من مجموعة الألتراس ومجموعة رابطة الجمهور، من أهازيج، من تشكيل لوحات في المدرجات. طبعا أمس كان في تنسيق بيننا وبين الأخوان في نادي الهلال على مجلس جمهور الهلال على أساس أنه يعني المكان المخصص للجمهور الأهلي، طبعا كان معتاد إحنا دائما بيننا وبين مجلس جمهور الهلال بقيادة الأخ تركي الهديب وأحمد العمودي، الحمد لله يعني يكون في تنسيق دائما على أساس لما نروح نكون على بينة، يعني ما يكون في طلبات ولا يكون في أي اختلافات. والله نشيك على البطاريات، تعرف هو مايك واحد اللي مسموح بس نحن نأخذ اثنين، تعرف واحد احتياط يكون عندنا في السيارة أو في الملعب، بحيث انه لو تعطل واحد او شيء يكون عندنا سبير على طول. البطاريات طبعا لازم تتغير اول باول، لانها مجهود مباراه 90 دقيقه لازم تتغير اول باول البطاريات، فلازم البطاريه تكفي مباراه واحده يا دوبك، لانه عليها حمل كبير، ضغط كبير، 90 دقيقه وهي شغاله، يعني 90 دقيقه وهي شغاله، ومن النوع الاصلي، ما تكون من النوع التقليدي. يعني بدو برضو بسالك عن موضوع عدد المايكات اللي حتطلع معاكم من جده للرياض. طبعا هي ميكروفونين اثنين بس، واحد حيكون شغال في المباراه والثاني يكون احتياط لاي ظرف طارئ. إذا مشاهدي الكرام، نهاية الجزء الثاني من البرنامج، نشاهد فاصل قصير ثم نعود نتابع من بعد. من جديد تحية لكم مشاهدي الكرام على برنامج الملعب، ورحب أيضا بضيوف الكرام الأستاذ محمد القذادي والأستاذ محمد الذايدي. أتحول إلى خبر نتائج القرعة في بطولة كأس العرب، حيث أسفرت نتائج قرعة منتخبات كأس العرب 2012 والتي تشهد مشاركة 12 منتخبا في البطولة، ستقام في مدينتي جدة والطائف خلال الفترة ما بين 22 إلى 6 من شهر 7 من 2012 ميلادي، لتوزيع المنتخبات إلى 3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى السعودية والكويت والأمارات وفلسطين، في حيث شملت المجموعة الثانية ليبيا واليمن والمغرب والبحرين، وجاءت منتخبات مصر والسودان والعراق ولبنان في المجموعة الثالثة. الزملاء وضعوا المجموعات وتقسيمتها في جرافيك خاص لقرعة كأس العرب التي أقيمت هذا اليوم. قرعة كأس العرب 2012 تقام في مدينتي جدة والطائف. نشاهد المجموعة الأولى اللي ضمت السعودية والكويت والإمارات وكذلك فلسطين. المجموعة الثانية ضمت أيضا ليبيا والبحرين والمغرب واليمن. المجموعة الثالثة ضمت مصر والعراق والسودان وأخيرا لبنان. الزملاء تواجدوا هناك ورصدوا لقاءات للأستاذ سعيد جمعان أمين عام الاتحاد العربي، كذلك الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المكلف. نشاهد بداية للقاء الأستاذ سعيد جمعان أمين عام الاتحاد العربي ثم نعود للجد. حينما بدأت لجنة المسابقات تضع البرنامج العام للبطولة، حطت كل الاحتمالات هذه أمامها على الطاولة وناقشت الأمور، لأنه تعرف وضع الاتحاد العربي بين أجندة الاتحاد الدولي، ولأنه تعرف عرب آسيا وعرب أفريقيا، هناك بطولة قارة أفريقيا وبطولة قارة آسيا، هناك أيضا شمال اتحاد شمال أفريقيا واتحاد غرب آسيا، ايضا بطولات الخليج، كلها حقيقه يعني في صعوبه، ولكن
كيف نستطيع أن نوصل إلى أجندة ثابتة للاتحاد العربي؟ هذا ما سنسعى إلى تحديده. إنما لماذا حددت في هذا الوقت؟ لأنه الوقت الوحيد اللي ممكن يناسب يعني آسيا وأفريقيا، يمكن كان يناسب آسيا أكثر من أفريقيا لأنه أفريقيا تأخر عملية التأهيل. هدف الاتحاد يعني كبير جدا، إن كان من الناحية المادية أو من الناحية الفنية. فإحنا الحقيقة اللي توفر الآن من الناحية المادية نستطيع أن نقول إن الجوائز المادية جدا يعني ممتازة. الآن إحنا بتوصل الجائزة الأول إلى $1,000,000 والثاني إلى $600,000، أعتقد إنها بالفعل، والثالث إلى $350,000. كنت في اجتماع الاتحاد العربي مساء البارحة في لبنان، وكان مشاركة الدول العربية 22 دولة، فلأول مرة تسهم رياضة كرة القدم في مشاركة الدول العربية بأجمعها، وكان الجميع حريص على إظهار المشاركات الرياضية في مسابقات الاتحاد العربي بمظهر الأقوى. المملكة العربية السعودية مقر الاتحاد، المملكة العربية السعودية الداعم الأقوى للاتحاد، المملكة العربية السعودية السباقة في جمع العرب على كل الأصعدة بما فيها الصعيد الرياضي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبو سطام، تحدث معك عن بطولة كأس العرب اللي أسفرت فيها ثلاث مجموعات. والله دون شك حتكون احتفالية عربية، وأنا قاعد الأيام الماضية أشوف ملاحظات من للأسف من بعض الأخوة الكتاب السعوديين حول إقامة هذه البطولة، وقد يكون لهم جزء من الحقيقة، لكن هم يتناسوا الدور الأهم للمملكة العربية السعودية والدور اللي قاعد يؤديه الأمير نواف بن فيصل من خلال مسؤوليته، من خلال الاتحاد العربي، الاتحاد الأولمبي العربية والاتحاد العربي لكرة القدم، ودور المملكة العربية السعودية كقائدة على مستوى الأمة العربية والإسلامية. فعلينا أدوار، إذا إحنا تخلينا عن هذا الدور وعن هذه المناصب سيأتي غيرنا وقد يقود هذه الاتحادات إلى اتجاهات أخرى بعيدة عن اهتماماتنا. وحقيقة في أكثر من دولة جاهزة وأكثر من رئيس جاهز يريد أن يبحث عن هذه المناصب. فمهم جدا أن ندعم مثل هذه البطولة اللي هي في النهاية رمز للوحدة العربية. الأخوة اليوم ما قصروا الحقيقة، أنا شفت لقطات سريعة من الحفل على الهواء مباشرة، كان هناك أخطاء صغيرة لا ترى بعين مجردة مثل تكرار بعض أسماء الوفود أثناء القرعة، لكن لا تعكر صفو نجاح التنظيم والقوة. الحقيقة الأستاذ سعيد الجمعان بإشراف مباشر من الأمير نواف نجحوا خلال الأشهر الماضية في إعادة الحياة إلى هذه البطولة التي غابت حوالي 10 سنوات تقريبا، وجابوا لها راعي كبير على مستوى عالي. فإن شاء الله أنها تكون موفقة وأنها تكون تعمل زخم للصيف عندنا وجذب السياحة بشكل أكبر. جميل. تعالى. محمد، أكثر من منتخب يعني يعطي دلالة أن البطولة راح تكون لها نجاح واضح، منتخبات مشاركة في منتخباتها الأولى، وانت ذكرت قبل قليل حضور جيرتس في شوف جميل جدا ان ابو سلطان تكلم بجانب، انا ابغى اتكلم بجانب الفني. الجانب الفني في البطوله هذه انا ارى ان البطوله هذه صراحه يعني ستكون مثيره بسبب مشاركه المنتخب المصري الاول، المغربي الاول، الكويت الاول، الامارات الاول، لبنان الاول، احنا الوحيدين اللي ما نشارك في المنتخب الاول. جيرتس حضر على راس الوفد المغربي يدللك على اهتمامه في البطوله. لماذا جيرتس يهتم بذلك؟ لانه خرج من كاس العالم ولا حقق شيء في البطولات في البطوله الافريقيه. احنا عندنا مشكله، لما كنا منافسين اقوياء في كاس العالم ونشارك في كاس العالم ونشارك في بطوله اسيا كانت تضغطنا البطوله العربيه بسبب زحمه المشاركات. الان احنا ما عندنا مشاركات، رايحين نشارك بالفريق الصف الثالث. يفترض الان انت يعني جهاز فني للمنتخب السعودي تبحث عن مشاركات للمنتخب الاول. فالحقيقه انا اقول انه يعني انا كنت اول اقول المفروض نشارك بصف ثاني. الان في البطوله هذه بالذات يفترض ان نشارك بالصف الاول لسبب بسيط، ما عندنا مشاركات، احنا طلعنا من مشاركات، يفترض يلعب في المنتخب الاول. هذه نقطه. النقطه الثانيه لفت نظري مجموعه السعوديه، فاشبهها ببطوله خليج مصغره بين السعوديه والكويت والامارات.
فاعتقد في ناس قالت مجموعة مصر هي القوية، انا ارى ان مجموعة السعودية هي الاقوى صراحة. طيب خليني اخذ الخبر، الادارة الفيصلي اللي كسبت خدمات الدولي ساموه نابي لاعب منتخب غينيا والتوقيع معه لموسمين قادمين. نذكر ان ساموه جاء من فريق الصفاق في التونسي يبلغ عمر 26 يلعب في خانة وسط المهاجم. سطام الفيصلي قاعد يبرم صفقات جيدة، استقطب ياسين البخيت اللاعب الأردني اللي شفناه قدم مستوى مميز مع فريق التعاون في الموسم الماضي من دوري زين، والآن يستقطب لاعب يقدم مستويات لاعب دولي غيني من فريق الصفاقسي التونسي. عندنا فريقين في هذا الموسم لابد من الإشادة فيهم، الفيصلي والفتح، ونقدر نضيف عليهم نجران، لكن الفيصلي والفتح بالذات من أفضل الفرق اللي استطاعت إنها تقفز بفريقها وتحافظ على مستويات عالية ومتألقة وتدير النادي بأقل الميزانيات وأبخسها وأضعفها وتقدم أعلى المستويات، أفضل من أندية صرفت بعضها إلى حد 100 مليون وبعضها إلى 70 مليون و 50 مليون. فالحقيقة لابد من توجيه التحية لإدارة النادي الفيصلي على الجهود العظيمة اللي قدموها وعلى المستويات الجميلة اللي قاعد يقدمها الفريق من خلال الفكر الإداري، وهذا اللي احنا نفتقده حقيقة في أغلب الأندية السعودية وبالذات صاحبة المال. محمد أتفق مع تسمية ثلاث الأندية اللي يرفع لهم أبو سطام التحية، ولكن أضيف لهم أنا أيضا فريق الرائد، فريق جميل، مجموعة يعني رائعة، الفريق يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، كان قاب قوقيسنا أندية يتأهل لدور الثمانية من بطولة الأبطال إلى آخر مرحلة. أنا لفت نظري في العناوين اللي طلعته اللي هو استمرار اللاعب الأفريقي مع فريق الفتح لثلاث سنوات. بجي الخبر هو طيب. الوقت عنده. أنا عشان يتعلق على سموه أنت. إيه إيه. أنا لا أنا مو على سموه، أنا خليني أدخل الخبر اللي جانا من أيضا من نادي الفتح. تمكنت إدارة نادي الفتح ممثل في مدير الاحتراف خالد السعود في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم تجديد عقد مهاجم الفريق الكروي الأول الكونغولي دوري السالمون لمدة ثلاث مواسم، تبدا مع بدايه الموسم الرياضي القادم بعد مفاوضات قويه دخلت على خط المفاوضات الفتحويه، وكان ابرز تلك العروض التي امتلكها اللاعب خلال فتره الستة اشهر الاخيره هو عقد عرض نادي الترجي التونسي وكذلك عرض احد ابرز انديه الدوري القطري. تفضل. انا اقول انه ترسيخ لمبدا الاستقرار اللي اتبعه فريق الفتح من صعد الدوري الممتاز، تستقر على لاعبينك على جهازك الفني، لو لاحظت انت اقل الفرق تنقلات الأندية ترى هو فريق الفتح مستقر على كتلة معينة مستمرة معه في مدربه، حتى لما نجح معهم اللاعب الأجنبي استقر معه، الآن إلتون يستقر معهم لثاني موسم أعتقد أو ثالث موسم أيضا. هذا صراحة هذه السياسة أتمنى أن تعمم على الأندية خاصة التي لا تملك رعاه بمستوى الفتح، أتمنى أن تعمم هذه القاعدة، عندما تستقر على لاعب جيد يجب أن تحافظ عليه، مدرب جيد يجب أن تحافظ عليه، الاستقرار هو سر التألق والاستمرار والمنافسة في دوري زين. جميل. الفكر إذا كان غير موجود ما ينفع. صحيح. فالجماعة عندهم فكر بأمانة ولا بد من تحيتهم صدق شديد. هو الفكر هو اللي يقود الاستقرار. نعم. فالفكر غير موجود للأسف، أغلب رؤساء الأندية يصلوا ما عندهم تاريخ ما عندهم خبرة، مكابرين، ما يستعينوا بأصحاب الخبرة والأصحاب الرأي، ما يسألوا، مش عيب إنك تصل ما عندك خبرة، لكن استعين فريق معك يساعدك. أنت كيف تشوف خطوة دور السالم وبقاء مع الفتح؟ والله دون شك كل أمور الفتح السليم مش بس تخلي الإنسان يشعر بالسرور، علشان كذا أنا أحزن لما نشوف الآن أمام النصر الفرق الإعلاميين مثلا وبعض الخبراء قاعدين يقللوا من حظ الفتح في المنافسة والوصول إلى النهائي، وهو حيكون قادر إذا أدى نفس المستويات اللي كان بيقدمها طوال الموسم الحالي، ولا تندهش إذا كان أول فريق الآن يهزم النصر بعد مجموعة المباريات الفوز الحقيقة. احتمال وارد. نعم. احتمال وارد جدا. شوف أنا في لي أصدقاء صرت تكلمت معهم قلت له أنا أرى إن خطورة الفتح على النصر أكثر من الشباب. هذا صحيح. وبالذات النصر الآن يعني عايش نشوة باللي حققه. طيب أخذ الخبر الأخير اللي أعلنت إدارة نادي هجر تعاقدها مع اللاعب حسين عبد الله النجعي لاعب نادي التعاون والاتفاق سابقا لاعب خط الوسط بمبلغ 500,000 ريال شاملت مقدمة العقد والرواتب لمدة سنة، ويعتبر النجعي أولى صفقات نادي هجر من اللاعبين السعوديين للموسم المقبل، وقد حضر توقيع العقد كل من نائب رئيس مجلس إدارة نادي هجر المهندس عبد العزيز القرينيس ومدير عام كرة القدم
حمد العريفي، فيما أكد العريفي أنه خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن بعض الأخبار الخاصة بالتعاقدات. وكانت إدارة الحجر قد جددت فور انتهاء الموسم المصرم تعاقدها مع المدرب البرازيلي باتريسيو، وكلفت حمد العريفي كمدير عام لكرة القدم وجدت عقد كل من الحارس مصطفى ملائكة والمدافع الكاميروني. محمد، الفريق هاجر أيضا على نفس السياق، يبحث عن استقرار ويبحث عن استقطاب بعض الأسماء التي تضيف للفريق في الموسم الماضي. والله فريق تعليق على الصفقة. فريق هاجر جميل صراحة، ويبدو لي أنه عدو الاستقرار انتقلت إليه من جاره الفتح. فالحقيقة أنا من الناس اللي معجبني فريق هاجر في استقرار، لو لاحظتها فريق هاجر ترى بعيد عن الضجة الإعلامية، يفوز بمباريات قوية، ترى يقدم مستويات جميلة. المجموعة اللي معه هي اللي كانت معه في الدرجة الأولى، يعني عدد قليل اللي أضافهم للفريق في دوري زين، ويملك إدارة صراحة خبيرة ومدربهم ممتاز. بس هو عنده مشكلة ترى في اللاعبين الأجانب، هاجر لو جاب لاعبين أجانب مميزين يعني ممكن أنه يفرق مع الفريق، ممكن يستقر في الدوري الممتاز. أبو سطام، فريق هاجر أو أتحدث عن اللاعب بالتحديد حسين النجعي، التنقلات الأسماء اللي نشوفها كل موسم، شوف في بعض الأسماء الموجودة في الدوري السعودي تنقل بين الأندية كل موسم، رحالة، هل تشكل إضافة؟ والله دو شكل، لو ما كان يملك من المهارة ما شيء معقول يعني ما كان الأندية سعت إليه لضمه إليها. أنت عارف الآن في أسماء كثيرة في بعض الفرق ما هم لاقين لهم أماكن في أندية أخرى. لكن أنا لما أجي أصنف فريق هاجر ما أقدر أضعه من فرق النخب الأول اللي يملكوا الفكر العالي مثل الفتح ومثل النجران ومثل الرائد اللي احنا قلنا كمان فريق آخر إيش هو؟ الفيصلي. الفيصلي، شايف كيف؟ مثل الفيصلي بصراحة. لكن أنا لما أجي أقارن مثلا فريق يملك أموال أكثر منه زي القادسية، لا والله هاجر يعتبر صحيح. قمة القمة. للأسف القادسية خذلت جمهورها، خذلت أبناء الخبر، تحول النادي إلى شيء أشبه حراج، مزاد. كويس أنا قلت حراج، أنا ما قلتها، لكن هي مزاد أو حاجة زي كذا، بغيت أقول لها كلمة أسوأ. ليه؟ الفكر غير موجود، الإدارة غير موجودة، التخطيط غير موجود، الرؤية. لا، ولا فكر تجاري، ولكن ولا تجاري ولا الفكر التجاري انك تعرف كيف مين هو اللاعب اللي حتبيع عقده، لانه عندك البديل الجاهز او النجم الجديد الواعد اللي تبغى تعطيه له ايش الفرصة. لكن لا بديل جاهز، لا مستوى، لا قدرة على استثمار الاموال الموجودة، لا فلوس قاعدة تضيع في الهواء. اليوم زعلانين انتم على الاندية؟ ما لا لا والله انا زعلان على القادسية كثير. وارجو بالمناسبة انه اهل الخبر الظاهر اجتمعوا، المفروض انه اليوم اجتمعوا على الهزاع عبد الله. رفضوا الاجتماع؟ لا، هم اللي رفضوا الاجتماع بعد بيع. عموما اذا هم امامهم حل قانوني، وانا الان اوجه لهم رساله، اذا ارادوا ان يزيحوا عبد الله الهزاع انه يتبع الطرق القانونيه بالدعوه الى جمعيه عموميه سواء عاديه او غير عاديه، اذا رفض يكتبوا للمقام الرئاسي العام لرعايه الشباب وتأمر فورا بعقدها، وبالتالي يصوتوا عليه. طيب لكن وفق النسبة الصحيحة، خلينا بس لا يتأخروا ويحددوا أهدافهم. خلينا بس محمد عن آخر حديث لنا بالمحور هذا، أنه الحراك في سوق الانتقالات ليس فقط ثابت على الأندية. شفنا الهلال والنصر والأهلي والشباب كان لهم أسماء وصفقات في الأيام الأولى، والآن نشاهد هجر، الفيصلي، الفتح. جميل سألت السؤال ذا، لأني كنت أبغى أدخل أقولك أبغى أعلق على الموضوع هذا الانتقالات. بالنسبة للهلال، الأهلي، الشباب، وضع تعاقداتهم يختلف عن الوضع اللي حاصل في الهجر مثلاً والأندية اللي زي هجر. بمعنى كيف؟ زي النجعي، أنت قلت كلمة قبل شوي، في بعض اللاعبين يتنقلون بين الأندية. على فكرة ترى مو النجعي، في أكثر من لاعب يتبعوا نفس السياسة هذه، إنه يوقع مع النادي سنة واحدة فقط، لأنه هو وش يبغى؟ يبغى حاجتين، أما إني أوقع عقد بمبلغ كبير، وإذا لم أستطع فأني أوقع عقد سنة واحدة، بحيث أني خلال 3 سنوات أجمع المبلغ اللي أنا كنت أطالب فيه أي نادي بال3 سنوات. طيب. فلما يأخذ القطاعي سنة 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 وكل سنة يأخذه مع نادي أو ناديين أو ثلاثة، وهذا على فكرة ترى فيه سياسة متبعة من بعض اللاعبين، وهذا ذكاء منهم. أنا لاحظتها في أكثر من لاعب، أقدر أعدد لك كم اسم، كلهم تنقلوا بنفس الطريقة، عبد الحكمي، نجعي، وليد جيزاني، أحد مناور، في لعيبة غير سعوديين نفس الكلام، ولعيبة غير سعوديين يوقع سنة واحدة، يرفض أن يوقع أكثر من سنة واحدة. طيب
إذا مشاهدي الكرام هذا آخر ما لدي في برنامج الملعب. أشكر ضيوفي الكرام بداية الأستاذ محمد القدادي الإعلام الرياضي والمؤرخ المعروف. أستاذ أبو سلطان شكرا لك. شكرا جزيلا. أيضا الشكر للأستاذ محمد البايدة الإعلام الرياضي المعروف. محمد شكرا لك. شكرا لك. بس تسمح لي بدقيقة آخر كلمة. مو بدقيقة ربع دقيقة. والله ما عاد 10 ثواني. والله ما عاد ثانية واحدة. الثانية اللي أنا أقول أنا أقول أن وصلنا إلى أن اللجنة القانونية فاشلة ولا تستطيع أن تقود الكرة السعودية إلا من كارثة إلى كارثة. حان الوقت بحقيقة حان الوقت لتغييرها. كل شيء تغير كل شيء تغير إلا اللجنة القانونية. أنا أوجه رسالة أقول أن اللجنة القانونية أوقعت الكرة السعودية. طيب خليني أعطي الثواني اللي بقت للزملاء عبد العزيز الناجي صالح المرشد عبد الرحمن الناصر معاذ الحميدي ثامر فيز جابر الحربي والسهل الغالي والحسن الهملان والزملاء المصورين ومخرج البرنامج. نلتقيكم إن شاء الله في برامج قادمة. كل الشكر لكم أنتم مشاهدينا الكرام. عبر السعودية الرياضية يوم الغد مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الأبطال الهلال الأهلي هنا في الرياض. نلتقيكم للقاء.